مهم بننشر تفاصيل قيام الكيان الصهيوني بالدخول في الاتحاد الافريقي وفي أزمة سد النهضة بسبب اثيوبيا، ودول عربية ومنهم مصر بتتدخل بشكل فوري، وصدمة ونجم مشهور في التيك توك في مصر يوثق لحظات انتحاره بفيديو ورسالة لصديقه، وعاجل الوضع الآن بين إيران وإسرائيل قد يؤدي لحرب شاملة. محلل سياسي يوضح هذا الأمر. ولكن في البداية قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل ل2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل ل500 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا، وبننشر تفاصيل قيام إسرائيل بالدخول في الاتحاد الإفريقي وعلى أزمة سد النهضة بسبب إثيوبيا، ورد مصري وتدخل مصري ودول عربية قوي. وجهت سفارات مصر والجزائر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا والمندوبيات الدائمة لدى الاتحاد الافريقي في اثيوبيا اعتراضا على قبول الكيان الصهيوني عضوا مراقبا. السفارات السبع قالت بالإشارة لبيان رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الصادر بتاريخ 22 يوليو 2021، والمتعلق بلقائه مع سفير إسرائيل لدى إثيوبيا واستلام وثائق اعتماده، وتود السفارات المذكورة اختار المفوضية الموقرة برفضها للخطوة التي أقدم عليها رئيس المفوضية بشأن مسألة سياسية وحساسة أصدر بشأنها الاتحاد الإفريقي على أعلى مستويات صنع قرار فيه، ومنذ زمن طويل مقررات واضحة تعبر عن الموقف الثابت لدعم القضية الفلسطينية والمدين للممارسات الكيان الصهيوني بكافة أشكاله في حق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تتعارض مع المصلحة العليا للاتحاد وقيمه ومثله ومقرراته. السفارات السبع أكدت أن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لم ينظر في الطلب الإسرائيلي على نحو ما صار عليه سابقوه وفقا للمبادئ والأهداف الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي والمقررات الصادرة عن أجهزة الاتحاد المختلفة، وكذلك المصلحة العليا للاتحاد وآراء وانشغالات الدول الأعضاء ومعايير منح صفة مراقب ونظام الاعتماد لدى الاتحاد الإفريقي التي اعتمدها المجلس التنفيذي في شهر يوليو 2005، وهو ما يمثل تجاوزا إجرائيا وسياسيا غير مقبول من جانب رئيس المفوضية لسلطته التقديرية. السفارات السبع أكدت اعتراضها رسميا على قبول رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لوثائق اعتماد سفير إسرائيل، وتطلب من رئيس المفوضية إدراج هذه المسألة على الجلسة اللاحقة من أعمال المجلس التنفيذي وفقا للفقرة 5 من القسم الثاني من الجزء الثاني من معايير منح صفة مراقب. المذكرة يعني أشارت للموقف الإفريقي الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية. مصدر معانا كان من المصري اليوم، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وصادم للأسف. نجم مشهور في التيك توك في مصر يوثق لحظات انتحاره بفيديو ورسالة لصديقه. وسائل إعلام مصرية قالت إن اليوتيوبر ونجم التيك توك المصري محمد رضا انتحر في شقته في القاهرة، ووثق لحظات انتحاره الأخيرة بفيديو ورسالة على واتساب بعثها لصديقه. بحسب موقع المصري اليوم، صنع الشاب بشنقة لنفسه في غرفته من حبل بلاستيكي وثبتها في الحامل الحديد الخاص بمروحة السقف، ليتخذ بعدها قرار النهائي الشنق نفسه والسقوط على الأرض جثة هامدة، لتنتقل بعدها النيابة العامة إلى مكان الحادث بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة لمعاينة جثمان محمد رضا الشاب المنتحر مؤخرا على تطبيق تيك توك. واستمعت إلى أقوال أسرته
مطالبة الأجهزة استكمال التحريات في الواقع. كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من أسرة شاب بالعثور على جثته مشنوقا داخل غرفة نومه. انتقل ضباط قسم منشأة ناصر إلى مكان البلاغ، وبفحص هاتفه تبين أنه مفتوح على تطبيق واتساب، كما ظهرت محادثة جمعت المنتحر وصديقه الذي أبلغه أنه سينتحر بعد دقائق، وأرسل له صورة المشنقة داخل غرفة نومه. بحسب الموقع، كشفت التحريات أن المنتحر وثق لحظة الانتحار على هاتفه بتصوير غرفته والمشنقة فيديو، وتم التحفظ عليه من جانب الأجهزة الأمنية وإرساله للنيابة العامة، وتم الاستماع لأقوال صديق المنتحر لكشف اللحظات الأخيرة في حياة صديقه والأسباب التي دفعته للانتحار. من جانبها، أكدت أسرة المنتحر معرفتها بأسباب انتحار ابنها، وقالت إنها فوجئت بخبر وفاته عندما دخلوا غرفة نومه ووجدوه جثة هامدة، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث. المصدر معانا كان من المصري اليوم، يعني إن شاء الله ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر أهله بإذن الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل الوضع الآن بين إيران وإسرائيل قد يؤدي الحرب شاملة. اعتبر رياض أهوجي الباحث والمحلل في الشؤون العسكرية أن الوضع بين إيران وإسرائيل قد يؤدي الحرب شاملة، لأن حزب الله اللبناني قد يتدخل لضرب إسرائيل ومساندة طهران. في حديث لقناة صدى البلد المصرية، قال الأهوجي إن الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي متناغم أكثر مع الحرس الثوري، وبالتالي فإن القرارات السياسية مسيطر عليها من قبل الحرس الثوري، لذا فإن الردود العسكرية سيكون لها الأولوية وسترد إسرائيل بشكل قوي، مما سيدفع إيران لاستهداف السفن الأمريكية. وأضاف أن الوضع بين إيران وإسرائيل قد يؤدي الحرب شاملة، لأن حزب الله قد يتدخل لضرب إسرائيل لمساندة طهران ودخول قوات أخرى على خط الحرب. وأشار إلى أن إيران تتخذ بعض الفئات والحركات المسلحة لزيادة نفوذها في المنطقة، وتابع أنه في حالة توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية أمريكية بريطانية ضد إيران، فإنهم سيفكرون في ضرب المفاعل النووي وليس منشآت أخرى عسكرية، لأن الموضوع النووي هو أهم أسس الخلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه ليس الوحيد، لأن طهران تتدخل في شؤون العديد من الدول. مصدر معانا كان من RT، يعني استفدنا من هذا الخبر إن الأهواجي وهو محلل سياسي ومحلل في الشؤون العسكرية قال إن حزب الله اللبناني قد يدخل على خط الحرب ويقوم بضرب إسرائيل لمساندة طهران. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.